أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المناد يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سجلت هذه المادة في صباح يوم 24/05/1435 هجرة بصوت الفقير إلى الله دحيم الحماد. أسأل عز وجل الإخلاص في الأقوال والأعمال ونعوذ بالله من السمعة والرياء.